رانا محكورين. لا ستاج زيد لوبير عطاوهولنا بعد مدير الشباب الرياضه قال لك لا لا خرجوا منه، والوالي عطاوهولنا. احنا بهذه المناسبه نشكروا الوالي اللي عطانا هذا لوبير، وان شاء الله ستاج ان شاء الله ستاج يعطونا ستاج عندنا 4 سنين والشعب راهو يعاني. ماذا بينا مدير الشباب الرياضي يجي لنا درك، ماذا به يجي نعيط، كنا في اتصال معه وما جاش. وين احنا بعد ما تحصلنا على الوحده الايواء، وين كاين بعض اللاعبين راهم يباتوا هنايا، وهذا من حق الشباب تاع مدينه خميس مليانه ولايه عين دفله بصفه عامه يستفادوا منه، حتى نتفاجئوا باتصال مدير الشباب والرياضه. بالنسبه لي انا ما نسميش، سمحوا لي هذه العبره، ما نسميش مدير الشباب والرياضه مدير الشباب وتحطيم الرياضه. انا بالنسبه لي هذه العبره باه انت وين الفريق على مقربه من مقابلة مهمة ضد نجم القليعة، على كل حال فريق 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 عريق وفريق كذا، وين يقوم بطرد اللاعبين، وين تدربوا الصباح عندهم في حصة مسائية عندهم مقابلة ودية، وين يؤمر مدير الوحدة بيطرد هذو اللاعبين عيب وعار. هذا عيب وعار، ما هذو اللاعبين، هذو اللاعبين متغربين على والديهم على ماليهم. كيما يقول لك ما تتفاجأ والله، غير عباك باللي بيزار عمرها ما صراتها. كيفاش انت فريق الوحيد اللي ينشط في القسم الوطني الثاني اللاعبين تاعو ينطردوا منين؟ وين؟ قول لي وين؟ ويقول لي وين؟ في كما يقول لك في الاراضي تاعو، في المكان السكن تاعو، في عقر الديار. عباك باللي تفاجأنا، وين تفاجأنا بحاجه ولا اخرى اللي تفاجأنا؟ وين راح؟ عباك باللي هذا مدير شباب الرياضه كون درنا برقيه، دار رساله رسميه لهذا المدير، وين مازلنا في عهد التليفون يعيط بالتليفون هذول الناس حاوزهم؟ خويا روح حاوزهم، اروح انت وحاوزنا، عيب وعار. ونزيد وين يهضر الاشخاص المقربين يقول لهم انا راني رايح، والله يسهل عليهم. تفاجأنا بزاف بطرد اللاعبين اليوم من الايواء للمركب تاع الاكاديمي اللي جا في خميس مليان. حنا نمو درك رانا في الاتحاديه، عندنا اجتماع مع والي تصاد، حتى رانا مع لي جوار كانوا محاوزين بالكابات تاعهم وكاع صوار. حنا يا المدير الدي جي اس، يا الرئيس، اعطينا سبه اللي خلاتك تحاوز هذا الفريق. الا ماكش باغي هذا الفريق يطلع يا خويا روح، الا باغي فريق يهبط قولها انا في وجهنا، هذه هي وكل حاجه. اسمعك، هو هذا الفريق سكاف كل حاجه راهي ضده. احنا نطلبوا من الوالي تدخل سريع، يخلي هذا الفريق يبات هنايا، لان شفنا كل الفرق راهي تعاني من ذائقه ماليه، راهي تمشي كيما نقولوا سكاف هذه راهي تمشي غوتا غوت، راهي تمشي. نشوفوا غير الحراش كيفاش رالها، نشوفوا غير فرق كانت في القسم الاول سعيده غير زال ربعه كيفاش رالهم، صافي باين باللي يودي ما ينجموش نكروا لهم ويكري لهم ديار ويوكلهم. هذا علاه حتى حنايا سؤال، علاه حتى ما يستفادش منه، وعلاه حتى راه يخرج فيهم؟ الا عندك مشكل مع خميس مليانه ولا مع مدرب ولا مع انسان، المشكل تاعك يقعد مع ذاك الانسان. هذو لعابه براويه تنقص عليه باب. حنايا باه تعاوننا المديريه تاع الشباب والرياضه، عندها حق، باه تعاون الجمعيات الرياضيه تعاونها كيما نقولوا بليتوني باللوازم الرياضيه ماتريال بالايواء. هذه اول مره صرت، كيف تحاوز فريق عريق كيما هذا تحاوزه؟ هذا الفريق العب فيه باللوم الا ما تعرفش الفريق هذا مليح. زيد حاجه ثانيه، المسؤولين وين راه استاد؟ وين راه مليار قال لكم سمير الزاوي مليار ولا 800 مليون قال لكم ندخلها لكم في 3 ماتش؟ لا مسؤولين لا مدير الشباب الرياضي. هنا تعرف باللي هذا الفريق ما كاش اللي راه واقف معاه ومحقور. بعد القرار تاع السوفي تاع مدير الشباب والرياضه وين قام بطرد اللاعبين، دخل الوالي الولايه شخصيا وقام بإعطاء رخصة للفريق صفاء الخميس
باه يستفاد من الوحدة الإيواء هذه، ويعطيه الصحة ولي الولاية ومشكور على هذا الشيء، وراه واقف على التنمية في ولاية عين دفلة وخاصة الرياضة، يعطيه الصحة وصافي بليزير تشوف والي كما هذا وين وقف شخصيا وتدخل على القرار تاع السوفي تاع مدير شباب الرياضة اللي حوس يحطم الرياضة وحطم الرياضة في مدينة خميس مليانة وفي ولاية عين دفلة بصفة عامة. أنا يسمحوا لي على هذه المقولة، مش بصح هذا موش مدير شباب الرياضة، هذا مدير الشباب وتحطيم الرياضة. أنا بالنسبة لي وين تزيد تشوف واش دار هذا الإنسان. احنا مانيش احنا هذو الإعانة المالية راهم يستفادوا منه أبناء ولاية عين دفلة ومدينة خميس مليانة والبلديات المجاورة. وين تشوف صفا خميس مليانة ينشط في القسم الثاني، يعرفوا بالقيمة، يعرفوا المصاريف الكبيرة اللي يصرفوا من الفريق. وين مد إعانة صفا الخميس حسب التسريح تاعو قلنا سفتهم الإعانة تاع مبلغ 350 مليون، وين تشوف الرياضة المدرسية يدو 800 مليون. أين اللغز في هذا؟ من ذا المنبر نطلب من وزير الشباب والرياضة ولي الولاية عين دفلة يفتح تحقيق. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.